مرحبا أحبائي، حتى نلقاكم بأحسن حال لا تخرجوا من منازلكم، حفظكم الله. عزيزي المتعلم، هذا درس التمييز، أتمنى أن تستفيد منه. هيا نقرأ معا. اشتريت 11، اشتريت كيلوغراما، اشتريت هكتارا، شربت كوبا، أنا أكثر منك. هل هذه جمل مفيدة؟ أحسنت، إنها ناقصة، فيها كلمات تحتاج إلى توضيح. 11، كيلوغراما، هكتارا، كوبا. 11 ماذا؟ 11 كتابا، قلما، أم ماذا؟ انتبه، هناك صورة ستظهر فجأة ستساعدك على تمييز الجواب الصحيح. أحسنت، لقد استطعت تمييز الجواب الصحيح. أصبحت اشتريت 11، اشتريت 11 كتابا، اشتريت كيلوغراما، قمحا، اشتريت هكتارا، أرضا، شربت كوبا حليبا. أصدقائي، نعود إلى نفس الجمل. 11، مبهم يحتاج إلى توضيح. 11 ماذا؟ 11 يسمى المميز. كيلوغراما، هكتارا، كوبا. 11 يدل على عدد، كيلوغراما يدل على وزن، هكتارا يدل على مساحة، كوبا يدل على كيل. أحد عشر كلمة مرفوضة مكتوبة في الجملة. اشتريت 11 كتابا. إذن التمييز مرفوض. أنا أكثر منك، الجملة ناقصة، أليس كذلك؟ أنا أكثر منك مالا، ولدا، أم ماذا؟ أين المميز؟ أين الكلمة المبهمة التي تحتاج إلى توضيح؟ أنا أكثر منك. طبعا اكتشفت أن الكلمات كلها واضحة ولا تدل على وزن، ولا على كيل، ولا على مساحة، ولا على عدد. إذن المميز غير مذكور، لكننا نلاحظ أن الجملة تحتاج إلى توضيح وتمييز، وهذا إن لم يكن ملفوظا فهو ملحوظ. فلنقم بمذاكرة خفيفة. الجملة الأولى، المميز هو 11، التمييز هو كتابا، نوعه ملفوظ، يدل على عدد. الجملة الثانية، المميز كيلوغراما، التمييز قمحا، نوعه ملفوظ، يدل على وزن. الجملة الثالثة، المميز هكتارا، التمييز أرضا، نوعه ملفوظ، يدل على مساحة. الجملة الرابعة، المميز كوبا، التمييز حليبا، نوعه ملفوظ، يدل على كيل. الجملة الخامسة، المميز غير موجود فيها، والتمييز فيها انتباها، نوعه ملحوظ. أنا أكثر منك انتباها، ملحوظ، واجب النصب، شربت كوبا حليبا، كيل، اشتريت هكتارا أرضا، مساحة، اشتريت كيلوغراما قمحا، وزن. جميعها يصلح فيها حالة النصب، ك اشتريت كيلوغراما
قمحا، وتصلح فيها حاء الجر بحرف وجر. ك: اشتريت هكتارا من الأرض، وتصلح فيها حالة الجر بالإضافة. ك: شربت كوب حليب، اشتريت 11 كتابا، تمييز العدد. عنوان الدرس القادم إن شاء الله. نسألكم الدعاء للمزيد، زوروا قناة المذاكرة.